كيف حالك يا شيخان؟ الحمد لله. الله يبارك حضرتك. طيب. لو سمحت بس أسأل حضرتك على الآية اللي هي كذبت قبله قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، من هم أصحاب الرس؟ لم يرد في بيانهم شيء تفصيلي لا من الكتاب ولا من السنة، إلا أنهم كذبوا نبيهم، وقيل إن أصحاب الرس هو بئر ألقوا فيه نبيهم صلى الله عليه وسلم لكن كل هذا من الإسرائيليات، ورصوا فيه نبيهم أي أغرقوه فيه ودفنوه فيه، لكن كل هذا من الإسرائيليات كما تفضلت. جزاك الله خير. وياكم.